قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاك. بعد عديد الدعوات من الحراك الشعبي في الآونة الأخيرة إلى الإفراج عن الأخضر بورقعة، تم اليوم الخميس الإفراج عن المجاهد الأخضر بورقعة من سجن الحراش حسب ما أفاد به المحامي عبد الغني بادي. ومن المنتظر أن تكون محاكمة المجاهد الأخضر بورقعة يوم 12 مارس عن طريق الاستدعاء المباشر. بورقعة أودع الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد الرئيس بتاريخ 30 جوان 2019 بتهمة المساس بمعنويات الجيش بعد تصريحه وتشبيهه الجيش بالميليشيات، ليعتقل بعدها مباشرة. إخوة الكرام، شاركونا أراءكم في التعليقات. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. سلام. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.